بتهاجم بقالي 23 سنة وخدت على نبرة الهجوم، وانا دايما ليه رأي. انا اعلم ان في ناس بتحب تامر واعلم ان في ناس بتكره تامر، في الحالتين تامر موجود. انا ليس عندي ما تستطيع انك تضربني فيه، انا رجل وطني جدا، من الناس اللي كان ليها حاجات قلت رأيي فيها ومحدش كلمني. انا عندي شغل ان شاء الله في رمضان المقبل باذن واحد احد، بعمل حاجه كده دمها خفيف، كاتب السيناريو الحوار بتاعه واخراج الاستاذ احمد البدري، وفي مجموعه كبيره جدا من النجوم. انت اللي عملت كده في روحك، ولكن غلط هغلط فيكي وهعلم عليكي، هخليكي اضحوكه العالم العربي اكتر ما انت اضحوكه. اللي كان له فلوس وثق فيا. انا بشكر فريال يوسف وبشكر الرغده وبشكر حسن يوسف، الناس دي صبرت عليا. انا بقول ليه واللي عليا، محمد رمضان احد اهم النجوم الموجودين في الوطن العربي اليوم في 2020. عادل امام الممثل الوحيد الذي ينافس عادل امام، ده حتى لوحده. بس انا صريح يعني، انا ما بعرفش ان انا ابقى شايل حاجه. انا عايز اشكركم على ان انا متواجد معاكم النهارده هنا، اشكر مبتدأ